السلام عليكم تلاميذ الأعزاء. دونك لاستكمال دروس عن بعد سنتطرق اليوم لتمرين خاص بالدعم والتقوية لدرس دوران جسم صلب غير قابل للتشويه حول محور ثابت خاص بتلاميذ الأولى باك علوم رياضية. إذن التمرين رقم واحد، نعتبر الكوكبين عطارد والمريخ كنقطتين ماديتين وحركتهما في الجسم المرجعي الشمسي، أي المعلم الذي نعتبر أصله مركز الشمس ومحاوره موجهة نحو ثلاث نجوم بعيدة جدا وثابتة. إذن يسمى هذا الجسم المرجعي بجسم المرجعي الكوبرنيكي أو الجسم المرجعي لكوبرنيك نسبة إلى العالم كوبرنيك. إذن أسئلة التمرين، السؤال الأول: أحسب السرعة الخطية لكل من الكوكبين في الجسم المرجعي الشمسي. السؤال رقم 2: أحسب السرعة الزاوية للكوكبين في نفس المرجع. السؤال رقم 3: أحسب ألفا 1 وألفا 2 زاويتي الدوران للكوكبين خلال سنة. إذن المعطيات، إذن سنحتاج كمعطيات المسافة بين عطارد والشمس والتي تقدر ب 58 مليون كيلومتر أو 58 في 10 أس 6 كيلومتر، المسافة بين المريخ والشمس والتي تقدر ب 778 مليون كيلومتر أو 778 في 10 أس 6 كيلومتر، المدة الزمنية لدورة كاملة لعطارد حول الشمس والتي تستغرق 88 يوما، ثم المدة الزمنية لدورة كاملة للمريخ حول الشمس والتي تقدر أو تستغرق هذه المدة 4332 يوما. دونك الحل ديال التمرين، دونك سنقوم بحل أو إجابة على هذا التمرين. السؤال الأول: حساب السرعة الخطية لكل من الكوكبين. دونك في الجسم المرجعي الشمسي ROEGK الذي مركزه الشمس، خلال المدة الزمنية دلتا تي تساوي تي اي، يقطع الكوكب اي، اي هنا نقصد بها الكوكب سواء كوكب المريخ او عطارد. دونك خلال هذه المدة الزمنية دلتا تي التي تساوي تي اي، يقطع الكوكب محيط المسار الدائري اس تساوي دو بي دي اي. اذا الكوكبين المريخ وعطارد هما كوكبين نعتبرهما نقطتين، يقطعان او يرسمان مسارا دائريا محيطه نعبر عنه بالعلاقة S دو بي دي اي. بالنسبة لكوكب عطارد المسار سيكون S1 تساوي دو بي دي 1، وبالنسبة للمريخ S2 تساوي دو بي دي 2. وبما أن حركة الكوكب E حركة دورانية منتظمة، فإن المسار أو محيط المسار الدائري قلنا نعبر عنه بالعلاقة دو بي دي اي. أيضا نعتبر اس هذا المسار نعتبره أفصولا منحنيا، نعبر عنه أيضا بعلاقة أخرى تربطه مع السرعة الخطية وهي التي نبحث عنها في هذا السؤال، نبحث عن السرعة الخطية الخاصة بكل كوكب. دونك انطلاقا من هذه العلاقة التي تربط الأفصول المنحني مع السرعة الخطية مع محيط الكوكب، نستنتج العلاقة بين السرعة الخطية والمدة الزمنية المستغرقة ومحيط المسار الدائري. دونك لحساب هذه السرعة عدديا سنحتاج المعطيات التي أدلينا بها في الأول في معطيات التمرين. لدينا المسافة دي اي، ثم لدينا المدة الزمنية، فنحسب السرعة الخطية. دونك في اي هي السرعة الخطية للكوكب اي. تطبيق عددي بالنسبة لعطارد في 1، نعوض اي بالنسبة للكوكب عطارد نعطيه الرقم 1، دونك في 1 تساوي 2 بي دي 1 على تي 1. دونك تطبيق عددي، لدينا المسافة بين عطارد ومركز الشمس دي 1، ولدينا المدة الزمنية المستغرقة
88 يوم. دونك نحسب فنجد في ان تساوي 47.9 في 10 اس 3 متر بار سكوند. دونك هنا حسبنا او قمنا بحساب السرعه بالمتر بار سكوند. بالنسبه للمريخ نفس الشيء. دونك لدينا في 2 تساوي 2 بي دي 2 على تي 2. دونك التطبيق العددي يعطينا في 2 تساوي 13.1 في 10 اس 3 متر بار سكوند. السؤال رقم 2 حساب السرعه الزاويه للكوكبين. دونك السرعه الزاويه لكل كوكب اي نعلم ان في اي تساوي اوميغا اي فوا دي اي. هذه العلاقه تربط السرعه الخطيه مع السرعه الزاويه مع شعاع المسار الدائري. دي اي قلنا هي المسافه التي تربط الكوكب مع مركز الشمس، وفي نفس الوقت هي الشعاع او شعاع المسار الدائري. دونك وبالتالي نستنتج السرعة الزاوية أوميغا إي تساوي السرعة الخطية على المسافة بين الكوكب ومركز الشمس أو الشعاع، شعاع المسار الدائري. نستعمل أيضا العلاقة، دونك هذه العلاقة رقم واحد، نستعمل أيضا علاقة رقم اثنان، العلاقة التي تربط السرعة الزاوية مع الدور أو المدة الزمنية التي يستغرقها الكوكب لإنجاز دورة كاملة حول الشمس. يمكن أن نستعمل أيضا هذه العلاقة لأن لدينا في المعطيات المدة التي تستغرقها أو التي يستغرقها الكوكب لإنجاز دورة كاملة. إذا يمكننا أن نستعمل هذه العلاقة أيضا. وبالتالي أوميغا تساوي 2 بي على تي إي. إذا تطبيق عددي لنحسب السرعة الزاوية. بالنسبة لعطارد نجد أوميغا 1 تساوي 8.26 في 10 أس ناقص 7 راديون بار سكوند. وبالنسبة للمريخ 1.68 في 10 أس ناقص 8 راديون بار سكوند. السؤال رقم 3 حساب أوميغا 1 وأوميغا 2 زاويتي الدوران بالنسبة لكل كوكب. دونك حساب الزاوية أوميغا 1 زاوية الدوران للكوكب إي خلال سنة. دونك لدينا العلاقة التي تربط الزاوية زاوية الدوران أو ما نسميه الأفصول الزاوي والسرعة الزاوية ثم المدة الزمنية المستغرقة. دونك انطلاقا من هذه العلاقة يمكننا أن نحسب الزاوية أو زاوية الدوران. دونك بحيث لدينا دلتا تي. دونك هنا ملاحظة، سنحسب زاوية الدوران بالنسبة لكل كوكب خلال سنة وليس خلال مدة دوران دورة كاملة لكل كوكب حول الشمس. إذا سنحسب الزاوية زاوية الدوران بالنسبة لكل كوكب خلال السنة. دونك انتبهوا لهذه الملاحظة. دونك المدة المستغرقة هي سنة 365 يوما. دونك سنحولها إلى الثانية سنجد دونك هذا العدد 31536 في 10 أس 3 سكوند. دونك نطبق عدديا فنجد بالنسبة لعطارد زاوية الدوران خلال سنة هي 26.1 راديون، نحولها إلى الدوغري 4.15 درجة. بالنسبة للمريخ الفا 2 تساوي 0.53 راديون تساوي 30.4 درجة. السلام عليكم، مرحبا تلاميذي الأعزاء في حصة اليوم لمادة الفيزياء والكيمياء. سنتطرق اليوم إلى التمرين رقم 2 في درس دوران جسم صلب حول محور ثابت. إذا سنتطرق إلى هذا التمرين الذي يحتوي على مجموعة من الأسئلة، من خلالها سنتعرف على كيفية تطبيق وحساب السرعة الزاوية، السرعة الخطية، ثم الدور والتردد في حالة معينة. إذا لنقوم بتصحيح هذا التمرين. إذا سأقرأ عليكم التمرين. نعتبر الشكل جانبه والذي يتكون من بكرتين بي 1 وبي 2، علما أن البكرة بي 2 مرتبطة بالمنشار أو بمنشار، والبكرة بي 1 تدور بسرعة توافق 1800 تور بار مينوت أو 1800 دورة في الدقيقة. الأسئلة: احسب أولا السرعة الزاوية لدوران البكرة بي 1. إذا سنقوم بحساب
أولا حساب السرعة الزاوية للبكرة بأ، دونك نعلم أن هذه البكرة تدور بسرعة توافق 1800 تور par minute. إذا سنحول هذه السرعة إلى الراديون par second. Oméga 1 تساوي 1800 دورة تور في الدقيقة، أي 1800 دورة مقسومة على دقيقة واحدة par minute. إذا سنحول هذا المقدار إلى الراديون par second. Donc oméga 1 تساوي 1800 دورة، كل دورة تقايس 2π راديون، دونك مضروبة في 2π. إذا نضرب عدد الدورات 1800 دورة في واحد دورة بالراديون، إذا 1800 في 2π راديون بالراد، وحدة الراديان مقسومة على دقيقة، نحول الدقيقة إلى الثانية 60 ثانية 60 سكوند. إذا أوميغا 1 تساوي، إذا نحسب هذه العلاقة فنجد أوميغا 1 تساوي 188.4 راد بار سكوند. إذا نؤطر النتيجة نحتفظ بها. السؤال الثاني، حساب أو أحسب سرعة السير. إذن ثانيا حساب سرعة السير. إذن كيف سنحسب سرعة السير؟ إذا أخذنا نقطة من السير، فإن علما أن السير لا ينزلق على البكرتين، إذن في المعطيات أو في الشكل السير لا ينزلق على البكرتين، وبالتالي فإن جميع نقط السير تتحرك بنفس السرعة، وهي نفس سرعة النقط التي تنتمي إلى محيط البكرتين. إذن ستكون لهذه النقط التي تنتمي إلى السير نفس سرعة نقطة تنتمي إلى محيط البكرة بأ. إذن سنكتب هذا، بما أن السير لا ينزلق على البكرتين فإن لنقطة من السير نفس السرعة نفس السرعة التي لدى نقطة تنتمي للبكرة بأ، وبالتالي يمكننا حساب سرعة نقطة من السير، أي سرعة السير. دونك إذن سرعة السير تساوي، إذن العلاقة التي تربط السرعة، سرعة نقطة أو يمكن أن نقول السرعة الخطية، السرعة الخطية لنقطة من السير، إذا العلاقة التي تربط هذه السرعة بالسرعة الزاوية هي V تساوي R1 أوميغا 1، أي سرعة نقطة من السير تساوي السرعة الخطية لنقطة من البكرة أو نقطة تنتمي إلى محيط البكرة تساوي R1 فوا أوميغا 1، بحيث R1 هو شعاع البكرة P1. إذا تطبيق عددي، V سرعة السير تساوي R1 يساوي 0.1 متر، إذن
0.1 متر. إذا في المعطيات لدينا بالسنتيمتر، إذا سنحوله إلى المتر أي 0.1 متر مضروب في أوميجا 188.4 راد باغ سكوند. إذا نجد في تساوي 18.84 متر بار سكوند. السؤال الثالث، احسب تردد ودور المنشار. اذا السؤال رقم 3، حساب تردد ودور المنشار. دونك علما ان المنشار مرتبط بالبكره بي 2 كما تلاحظون في الشكل. بما ان المنشار مرتبط او ملتصق بالبكره بي 2 اذا فستكون له نفس السرعه الزاويه التي لدى البكره بي 2. اذا نكتب هذه المعلومه، دونك المنشار مرتبط بالبكره بي 2 اذا ستكون له نفس السرعة الزاوية للبكرة بي 2. وبالتالي نكتب العلاقة التالية، هناك علاقة تربط السرعة الزاوية بتردد المنشار أو تردد دوران البكرة أو المنشار، ونحن نود حساب تردد. إذن أوميغا 2 سرعة السرعة الزاوية للبكرة أو السرعة الزاوية للمنشار تساوي 2 بي، هذه العلاقة رأيناها في الدرس 2 بي فوا إن. دونك انطلاقا من هذه العلاقة يمكن أن نحسب التردد، أي إن تساوي تردد دوران المنشار يساوي أوميغا 2 على 2 2 بي. تطبيق عددي، ان تساوي ثمانية عشر فاصلة أربعة وثمانون مقسومة على 2 في 3.14، ان تساوي 15 هرتز وحدة التردد. دونك الآن لنحسب دور أو نستنتج دور دوران المنشار. إذن نستنتج دور دوران المنشار. إذن هناك مجموعة من العلاقات التي تمكننا من حساب الدور. إذن سنستعمل نحن العلاقة التي تربط الدور بالمنشار، باردون الدور عفوا بالتردد. إذن لدينا علاقة تربط الدور، رمزه الدور تي، تساوي 1 على ان أي مقلوب التردد. إذن تطبيق عددي، تي تساوي 1 على 15، إذن تي تساوي 0.066 ثانية أو 6.6 في 10 ناقص 2 ثانية، أو بوحدة أخرى 66 ميلي سكوند. إذا نحن نختار دائما الوحدة في النظام العالمي. السؤال الأخير رابعا، أحسب سرعة أسنان المنشار. إذا كيف سنحسب هذه السرعة؟ رابعا
حساب سرعة أسنان أو سن واحد من المنشار، إذن لأن هذه الأسنان لها نفس السرعة. حساب سرعة أسنان المنشار. دونك عندما نقول حساب سرعة أسنان المنشار أي سرعة النقطة التي تنتمي إلى محيط المنشار. وبالتالي نستعمل العلاقة. دونك لدينا في نسميها في بريم أي سرعة أسنان المنشار. في بريم تساوي R فوا أوميغا 2. R شعاع المنشار. إذن هنا انتباه، لن نستعمل شعاع البكارة بي 2. لماذا؟ لأنه لو استعملنا شعاع البكارة بي 2 فإننا نحسب سرعة نقطة تنتمي إلى البكارة، وهو خطأ. نحن نود حساب سرعة نقطة تنتمي إلى محيط المنشار أي أسنان المنشار، وبالتالي في بريم تساوي R أوميغا 2. R قلنا هو شعاع المنشار، وأوميغا 2 هي السرعة الزاوية للمنشار، لأن المنشار له نفس السرعة الزاوية التي لدى البكرة بي 2، وقد قمنا بحسابها في السؤال السابق. إذن لدينا العلاقة دونك بحيث أوميغا 2 تساوي 2 بي ان، أي سنعوض أوميغا 2 في العلاقة. إذن في بريم سرعة أسنان المنشار تساوي R شعاع المنشار مضروب في 2 بي ان. إذن هذا تعبير في بريم. إذن التطبيق العددي، في بريم تساوي R يساوي 0.4 متر، إذا سنحوله إلى المتر، 40 سنتيمترا نحوله إلى المتر هي 0.4 مضروبة في 2 في 3.14 مضروبة في الدور أو التردد عفوا مضروبة في 15. دونك في بريم تساوي 37.68 متر بار سكوند. إذن هذه سرعة نقطة تنتمي إلى محيط المنشار أو سن من أسنان المنشار. ونكون قد أجبنا على أسئلة هذا التمرين. شكراً.